السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبايبي جايبت لكم الكريمات الطبية اللي أنا أستخدمها من ماركة كلارنس. طبعا أول شيء أستخدم إسكينول اللي هو منظف للبشرة. في منه نوعيات، في بالخيار في بالليمون حسب. تحطين في قطنة وتمسحين الوجه والرقبة. ثاني شيء أستخدم صابون كلارنس، طبعا تحطين على الوجه والرقبة وتمررين الفرشة على البشرة. بعدين أستخدم بخاخ كلارنس، هذا مرطب للبشرة وايد حلو بصراحة، يعني أنا مستخدمتنا قبل ووايد حلو. تحطينه قبل ما تستخدمين أي ماسك. بعدين نحط الماسك على البشرة حسب انت شو نوعية الماسك اللي تحبينها او شو اللي موجود متوفر عندك. انا عندي هذيلة واحب استخدمهم. بعد ما نخلص من الماسك طبعا نستخدم السيروم، سيروم ماركة كلارنس. اخر شيء طبعا نحط الكريم المرطب، بيكون هذا اخر شيء نستخدمه من ماركة طبية. وهني بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا هاي هي المجموعة الطبية اللي أنا أستخدمها. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا سبسكرايب وشير واللايك والكومنت، وأهم شيء الجرس علشان يوصلكم كل شيء جديد. أشوفكم على خير ومع السلامة.